يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان إذا طاف طواف الإفاضة فقط أن يجامع زوجته؟ فبماذا يحصل التحلل الأول؟ نعم، التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والتحلل الثاني يحصل بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي، أربعة. إذا فعل هذه الأربعة فإنه يجوز له أن يجامع زوجته لأنه حل كله. نعم.